الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يسعنا في هذه الساعة إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ساعة الموت، من مات فقد قامت قيامته. هذه ساعة نهاية الحياة حيث ينتقل الإنسان من دار الدنيا إلى دار الآخرة، حيث الحكم الإلهي البات القاطع على كل مخلوق أنه سيموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. كلنا سنصل إلى هذه اللحظة، وكلنا سنصل إلى هذه الساعة التي تخرج منا الروح، وننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، ننتقل من دار الابتلاء إلى دار إلى الحساب ثم إلى دار البقاء. فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. نلهو ونأمل آمالا نسر بها، شريعة الموت تطوينا وتطويها. كل من بنى وكل من أقام وكل من تبهرج وكل من عاش وكل من عاش حياة طيبة أو حياة غير طيبة إلا سينتقل إلى هذه الساعة، وسيدخل قبره ويسأله منكر ونكير: ماذا عملت في دنياك؟ يسألانه: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ ويجيب الإنسان بقدر عمله لا بقدر عقله، لأنها هي دار الجزاء وليست دار الابتلاء والامتحان. أين الملوك من زمن كسرى وقيصر، ومن الفراعنة ومن التبابعة ومن غيرهم؟ أين الأغنياء وأرباب الدنيا من قارون وهامان؟ أين الجبابرة والطغاة
أين الفلاسفة والنبغاء والعباقرة والعلماء؟ أين مختلف الناس كلهم تحت أديم الأرض؟ كلهم ماتوا، ولكنهم يلقون بعد ذلك سؤال الله سبحانه وتعالى: ماذا قمتم في هذه الدنيا؟ ماذا فعلتم؟ من أعطاه الله سبحانه وتعالى المال يقول له: ماذا فعلت به؟ من أعطاه العلم والجاه يقول له: ماذا فعلت به؟ من أعطاه الشرف والمكانة أو الملك والرئاسة يسأله: ماذا فعلت بذلك؟ فمن أقام بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، ومن أقام بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى، فنعم ما عمل. ومن استغل ذلك كخمرة ينسى بها أنه إنما خلق للعمل وخلق لعبادة الله سبحانه وتعالى ولإقامة دينه، فإنه حين ذلك يلقى جزاءه في دار الآخرة. ولذلك فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. إخواننا الكرام، نحن في هذا اليوم في جنازة عمنا عميد الأدب العربي في المغرب، العالم الكبير والفيلسوف والصوفي، هذا العالم الذي تمثلت فيه الشهامة وتمثلت فيه الأخلاق السامية الرفيعة، هذا العالم الذي إن نبكيه فإننا نبكي به أخلاقا عربية قحة وخصالا هاشمية عظيمة، من أنفة ومن كبرياء ومن قوة ومن عظمة ومن شهامة ومن محبة لأهله وذويه وصلة لأرحامه. إذ نبكيه فإننا نبكي رجلا من وجوه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، رجلا تمثل الشهامة وتمثل العظمة ووقع الشرفاء الكتانيون برئاسته وبنقابته عليهم. نبكيه عالما ضم في صدره الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي، ضم في صدره شعر الشنفر الأزدي وامرئ القيس وزهير بن أبي سلمى وغير ذلك، مرجع في أدب المهجر، مرجع في إيليا أبو ماضي وفي غيره من شعراء المهجر الذين كانوا في أمريكا الجنوبية وغيرها، مرجع في الأدب المعاصر وما دار بين الأدباء وكبار صناع التاريخ الأدبي الثقافي العربي من مناقشات ومحاورات ومجادلات، المنفلوطي وطه حسين ومحمود شاكر والرافعي وغير هؤلاء من دهاقنة الفكر والأدب العربي. تبكيه الجامعات وتبكيه المدرجات ويبكيه آلاف الطلبة الذين تعلموا على يديه والذين تخرجوا على يديه، الذين فيهم العمداء وفيهم الأساتذة وفيهم العلماء وفيهم المفكرون وغير ذلك. يبكيه رحمه الله تعالى شعب الدراسات الإسلامية التي أنشأها في كليات الآداب في المغرب. تبكيه اللغة العربية التي عرب كلية الآداب في المغرب وقضى على الفرنسة فيها، وكان له فضل في تقوية ودعم هذه اللغة الإسلامية الدينية القوية في مختلف كليات الآداب في المغرب ومختلف شعبها. هذا الرجل العظيم الذي كان له يد كبيرة في التاريخ الثقافي والعلمي لهذه البلاد، نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يتقبله في الصديقين،
وأن يكافئه بحق صبره وبحق أعماله الصالحة البارة وبحق عفافه، وأن يغفر له ذنوبه وأن يرفع درجاته. آمين. أسأل الله تعالى أن ييمن كتابه. آمين. وأن يثقل ميزانه. آمين. وأن يؤنس وحشته. آمين. وأن يبدله أهلا خيرا من أهله. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احشره مع آبائه. آمين. وسلفه. آمين. ومع جده المصطفى صلى الله صلى عليه وسلم. وسلم وأشربه من يده شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم وبارك في زوجه. آمين. وبارك في أبنائه. آمين. وأحفاده وذويه وفي إخوانه وفي أهله وأخواته وفي أهله جميعا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. واجبر كسرنا في هذا المصاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والختم من عمنا مولاي عبد اللطيف الكتاني فليتفضل. حق الشافية الكافية، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا أحمد الذي جعل اسمه متحدا باسمك ونعتك وصورتك للجسمان على صورة أمودج حقيقة، خلق الله سيدنا آدم على صورته، وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنية أنا الله، بل حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان العزة والجبروت، سبحان الذي لا يموت، سبوح القدوس، الملائكة والروح، نحبك يا محمد يا إله. Yeah.